أشاد عدد من المواطنين من كافة المحافظات بمضامين الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تأتي في إطار حرص جلالته على عقد هذه اللقاءات مع رجالات البحرين الكرام في هذا الشهر الفضيل، مؤكدين على اهتمام جلالة الملك المفدى ورعايته بمصالح وقضايا المواطنين وتأمين الحياة الكريمة لهم على كافة المستويات. بمناسبة لقائه معنا، وكالعادة كان لقاء حميما وأشعرنا جميعا بالاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة بالنسبة لجميع أبنائه من أهل البحرين. وبهذه المناسبة أيضا نهنئ البحرين على الكفاءة التي أدارت بها يعني هذا الوباء الجديد، وباء الكورونا، ونخص بالذكر القيادة التي أبرزها صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة وحكومته بان هذا يعني هذه الفترة العصيبة. ونعتقد أن الفضل يعود إلى أن البحرين منذ استقلالها لليوم كانت ولا زالت دولة الرعاية الاجتماعية، وهذا مما سهل القيام بهذه المهمة الإنسانية وأبعد البحرين عن كثير من الإشكالات التي حلت بالكثير من المجتمعات الأخرى. انتهز المناسبة لأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى حكومتنا الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى شعب البحرين الوفي، وإلى كل القاطنين على هذه الأرض الطيبة، وأبارك لهم في هذه الليالي المباركة والعشر الأواخر من شهر رمضان. إن دل على شيء إنما يدل على حرص جلالته على لقاء أبناء هذا الوطن في هذه المناسبات الكريمة، ومن هذا المقام نرفع أسماء التهاني والتبريكات بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقرب حلول العيد الفطر السعيد إن شاء الله، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية. جرين على عادته المباركة في الشهر الفضيل مناسبة العشر الأواخر، وكان لأهالي المحرق الشرف الالتقاء مع جلالته وفرصة طيبة، وتلقينا التوجيهات والنصائح الطيبة. الكل يعني يثمن ويقدر ويعتز بهذا اللقاء الكبير الدال على محبة جلالته حفظه الله لشعبه الوفي، والذي يبادله كل المحبة والتقدير والولاء والبيعة المستمرة والدائمة إن شاء الله. أعتقد اليوم جميع أثناء على ما وصلت إلى مملكة البحرين من تطور، سواء على المستوى التعليمي أو المستوى الإسكاني أو حتى اقتصادي أو حتى حفظ الأمن في البلد. اليوم جميع أشاد بجلالة الملك وبمشروع الإصلاحي، والكل يعني يقف خلف جلالة الملك، فهو اليوم مثابة القائد لنا ومثابة الأب لنا، ونحن طبعا نعاهد جلالته على المضي معه في بناء البلد. واعتقد اليوم حتى يجب ان نشيد بما وصلت الى حكومتنا رشيده في التعامل مع جائحه كورونا، ونشكر سمو ولي العهد الامين ونشكر فريق البحرين، ونشيد بكل ما يقوم فيه جلاله الملك وسمو ولي العهد بما يقومون فيه تجاه الكورونا وكل ما ذلك للوطن واهله. الله يحفظهم ويرعاهم. هذا اللقاء اللي يعكس حقيقه حرص القائد على الالتقاء بكافة الشرائح في هذا الشهر الفضيل، ومما يعزز كذلك روح اللحمة الوطنية. لقد تشرفت بحضور هذا المجلس واللقاء مع جلالة الملك، واستمعنا إلى كلمته الطيبة بمناسبة العشر الأواخر من شهر الفضيل، ويشرفني أن أرفع إلى مقام جلالة خالص التهاني بهذه الأيام المتبقية من شهر رمضان، وأتمنى له الصحة والعافية. شرف عظيم نحظى اليوم بلقاء سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، اللي دائما يحرص على لقاء شعبه باستمرار
وهذه سنة حميدة انتهجها حكام البحرين منذ القدم، وتوارثها جلالته من الآباء والأجداد طيب الله ثراهم، وهذا يعكس قرب جلالته من شعبه. في هذا اللقاء اليوم تجسدت أسمى معاني المحبة والألفة والتلاحم والوحدة والتكاتف بين جلالة الملك المفدى وأبناء شعبه. هذا شيء ليس بجديد على جلالته، لأنه دائما ينشر المحبة، ومضمون هذا اللقاء كان نحن نحمل رسالة المحبة لكل أبناء البحرين صغيرها وكبيرها، وهذه سمت البحرين الأصيل، والحمد لله رب العالمين. هذه عادة التواصل بين القائد وأبناء شعبه هذه عادة متوارثة، وتعكس خلينا نقول أصالة المجتمع البحريني.